السلام عليكم. اصبح بامكاننا بعد طول انتظار وبين قوسين ستصلكم هذه الميزه تباعا اصبح بامكاننا تغيير اسم المستخدم على سناب شات بعد ان كان هذا شبه مستحيل ما علينا سوى الدخول الى سناب شات. لاحظوا عذرا على جوده الصوره لا يهم. نضغط في الاعلى على صورة البروفايل ثم على أيقونة الإعدادات لاحظوا العنصر الثاني هو اسم المستخدم أو اليوزر نيم في السابق كان غير قابل للتعديل يعني هو العنصر الثاني في هذه العناصر المكونة للبروفايل كان غير قابل للتعديل نهائياً يعني خطوات جد معقده الاتصال بفريق الدعم والانتظار لمدد طويله قد لا تاتي بهذا التغيير ولكن الان يمكنك بكل بساطه ان تضغط على اسم المستخدم أه تخبرك سناب شات انه بامكانك التغيير مره واحده في السنه فقط وفي الاسفل تضغط على تعديل فهاد النافذه يخبرنا سناب شات انه حتى في حاله تغييرنا الاسم المستخدم الاسم القديم الخاص بنا لن يتمكن احد من استخدامه طبعا والتغيير أكرر مره واحده في السنه اذا هنا نضغط على التغيير ونكتب إس نكتب عفوا اسم المستخدم الخاص بنا اذا بعد ان قمت بافراغ حقل اسم المستخدم من الاسم القديم اكتب الاسم الجديد للمستخدم وستجدونه حرفيا في صندوق الوصف ويظهر امامكم ايضا على الشاشه لمن اراد التواصل معي عبر هذه الشبكه الاجتماعيه بكتابتكم لما تريدون في حقل اسم المستخدم ان ظهر اللون الاحمر في الاسفل معنى ذلك ان ذاك الاسم غير متاح ما عليكم سوى مواصله الاختيار حتى يختفي الخط الاحمر الذي يخبركم ان هذا الاسم غير متاح ثم بعد ذلك اضغطوا في الاسفل على الزر الملون بالازرق التالي لي تأكيد تغيير اسم المستخدم انتم مطالبون بادخال كلمة المرور اذا بعد ادخال كلمة المرور وقد تعمدت ادخالها بالغلط حتى ترون انه لا مجال للغلط هنا وادخلتها بشكل صحيح وها انا الان اضغط على تأكيد يجب التحقق من كلمة المرور فلن تتمكن من تغيير اسم المستخدم الا بادخال كلمه المرور تاكيد يذكرونك مره اخرى هل انت متاكد رأي يمكنك تغيير اسم المستخدم مره واحده في السنه نعم انتظر ليتم التغيير لا نغادر هذه النافذه حتى يتم التغيير وها هو قد تم التغيير إذن كما تلاحظون على البروفايل الخاص بي ها هو قد تم تغيير اسم المستخدم إلى المهدي ستة وستون المهدي نقطة ستة وستون